الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. يا ربنا لا نقول إلا ما يرضيك، إنا لله وإنا إليه راجعون. فاكتب لنا جزاء الصابرين يا رب العالمين. أيها السادة، مشاركة من الوالد الكريم فضيلة الشيخ علي أبو حسن أستاذ القراءات، ومشاركة للحاج فرغلي أبو حسن، ومشاركة للحاج عبد الرحمن ضيف الله، ومشاركة لوالد عروس الليلة فضيلة الشيخ صالح علي حسن العلم الإذاعي المحبوب. أخبر الجميع بأن الراحلة الكريمة كانت من حفظة القرآن، وكان آخر قولها من الدنيا ختام أو خواتيم سورة نوح التي كانت تسمعها لوالدها، واختتمتها بالآية الأخيرة وهو دعاء نبي الله نوح: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وبعدها بدقائق الحجني: يا بابا بطني بوجعني. ومن هنا كان آخر قولها في الدنيا دعاء من أدعية القرآن الكريم. نسأل الله تعالى أن يشفع فيها القرآن، وأن يشفع فيها ما قرأ والدها من القرآن، وما علم جدها من القرآن. ليلتنا قرآنية، تشرفنا فيها بعلم الإذاعة المصرية دكتور عبد الفتاح الطاروطي، وعلم الإذاعة المصرية الشيخ عبد الله محمد عزب، وفضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد، وفضيلة الشيخ محمد مراعي، وعدد كبير من أعلام الإذاعة. لكننا نبدأ جمعنا بمن ارتقى منصة التلاوة الآن، فضيلة القارئ والعلم الإذاعي الشيخ عبد الله محمد عزب. لي رجاء، والرجاء رجاء الأسرة. كل واحد واقف يتفضل يقعد نفسه على كرسي، مش يبقى ثلاث ارباع اللي في العزا نسوق فيه. والإخوة المشجعين اللي حوالين الدكة، أنا بأكد تاني، أي واحد هيهرج ولا هيعلي صوته أنا اللي هعمل معاه مشكلة. إحنا النهاردة في عزا عروسة، مش عزا عادي. أي واحد بيجي من محترفين الهيصة عند الدكة أنا بنبه تاني، لأن الليلة ربنا يجرنا في مصيبتنا. أيها الإخوة الأحبة، القرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله ولكل وجهة وليها فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ولكل وجهة وموليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء
شيء يا
فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.
كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم ولنبلونكم بشيء
وبشر الصابرين. وبشر الصابرين
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. شاكرين بفضيلة القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب علم الإذاعة المصرية، وشاكرين لحضراتكم جميعا باسم فضيلة الشيخ علي أبو حسن أستاذ القراءات ومعلم أهل القرآن، وشاكرين أيضا باسم الحاج فرغلي أبو حسن والحاج عبد الرحمن ضيف الله، وشاكرين لكم جميعا باسم فضيلة الشيخ صالح علي حسن من أعلام الإذاعة المصرية، وشاكرين باسم كل أهالي عرب الجميلة وكل عائلات عرب الجميلة. الفراشة الكبرى أولاد أبو خضر، الهندسة الكهربائية أولاد عبد الوهاب وسعد، الهندسة الإذاعية مؤمن الفكهاني، مقدم الضيافة أبو فيه من البلد السيد حسني، مصورنا الكريم ناصر صلاح وصلاح جهيل. أيها